السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البورتفوليو هنا بيظهر فيه مجموع المهام أو مجموع الحاجات المفروض تتعمل في كل المباني. ممكن تلاقي عندك هنا مثلا مبنى اهوت، مبنى آخر، تمام. فتلاقي في المبنى هنا مثلا التكت هنا بتبدأ تدي مثلا احنا عايزين نعمل مهمة مثلا معينة من فيننس مثلا، مين اللي عمل الحاجة ديت، البريورتي بتاعتها، اللوكيشن موجودة فين، الواتشنج، الكرييتد بيندنج لسه بتعمل، التواريخ، تمام. تقدر تيجي هنا تحدد تاريخ اخر، الوقت نفسه، الاساين مين اللي المفروض هيعمل حاجه زي كده. فممكن يكون عندك كذا واحد، واحد صيانه، واحد مسؤول عن التكييف، واحد مسؤول عن العماره، وهكذا. التشيك ليست تقدر تختار تشيك ليست ونشوف هنعملها ازاي. بقى اسيت الهور تحت كام ساعه، وليكن مثلا 3 ساعات و15 دقيقة مثلا. هتضيف صورة، وبتضيف مثلا PDF، تمام. عندك كومنت معين عايز تضيفه، طيب. بعد كده هتيجي هنا، لسه احنا محطناش. طيب اقول له submit. لو جيت هنا بقى ايه في 131، هتلاقي ان ظهر هنا all open جديد. ولو جيت هنا في الاوبن بتاعت البورتفوليو هتلاقي بقى 3، تمام. 2 منهم خاصين بالمبنى دوت، 13، وواحد فيهم خاص بالمبنى دوت. طيب الاسيتس دي بقى اول ما بترفع ملف الريفت بيبدأ يظهر عندك اوتوماتيك. يعني هنا مثلا رفعنا ملف الريفت فظهر عندي اوتوماتيك. طيب لو انت عندك الريفت مفهوش الاداة بتاعت التصدير ديت، كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح للبيلدينج اهوت، وتقول له كرييت اكسبورت كود، تاخد الكود دوت وجوه الريفت تقول له اكسبورت، هيطلب منك الكود دوت تكتبه له، فيبدأ يرفع الموديل دوت على بيم 360. اوبس، هتلاقي بعد كده الكونتاكت ده تبع الريفت اهوت، تدي له الكود وتقول له سبميت، فيبدا يرفع لك الموديل. هنا ده الكونتاكت، تقدر تضيف اكثر من شخص، كل واحد مسؤول عن مهمه معينه. السكادول تاسك تقدر تقول له مثلا عندي سكادول معين المفروض مين اللي يعمله، البيروت بتاعتها هيكرر كل قد ايه، الهيستوري، الكريت تيكت، التشيك ليست تبدأ تختار وتضيف صورة وبي دي اف. اللوكيشن تبدأ تحدد اللوكيشن بتاعك هيبقى موجود في أي مكان، في أي دور على سبيل المثال. تقدر تضيف أدوار تانية، ممكن تعملها بالرومز وتضيف الروم اللي انت عايزها، بالبيلدينج وتضيف البيلدينج اللي انت عايزها. البلانس تبدأ بقى ترفع لوحة بي دي اف خاصة بالدور التاني، بالدور الأول، وهكذا. لازم يكون بي دي اف. ده بيساعدني ان انا انظم شغل الصيانة في المشروع بتاعي. الامثلة الكبيرة ده يجيب لي احصائيات الخاصة بالمشروع، وتقدر تقول مثلا ان عندي مثلا اليوم السبت اجازه، يوم الاحد اجازه، والاثنين اجازه، ويعني تشوف الاجازات بتاعتك اللي انت عايزها، تمام. تقدر تحمل البنت 60 اوبس من هنا عشان يبقى موجود في قلب الريفت. سيرفيس ليفل اجريمنت لو موجوده، اللوكيشن، كل الحاجات الخاصه باللوكيشن موجوده هنا.